هل سمعتم بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة؟ هو حدث إقليمي سنوي يجمع جهات مختلفة من البلدان العربية حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030. المنتدى العربي للتنمية المستدامة هو منصة مشتركة لتبادل الخبرات والأفكار المبتكرة من أجل تحقيق 17 هدفاً عالمياً بحلول عام 2030 التزمت بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015. شعار المنتدى لهذه السنة هو الموارد الطبيعية والأجيال المقبلة والصالح العام، لأن بناء عالم أكثر ازدهاراً لا يهمل فيه أحد وتتحقق فيه العدالة الاجتماعية يتطلب مشاركة الجميع. أنتم أيضاً يمكنكم أن تساهموا في بلوغ هذه الأهداف من خلال نشر الخبر واتخاذ خيارات صديقة للبيئة كل يوم، وحث الجهات الحكومية وغير الحكومية على الوفاء بالتزاماتها. نراكم في المنتدى.